شركة توزيع كهرباء الخليل وشركة توزيع كهرباء الضفة الغربية، تقريبا أربع شركات لوضع الكهرباء في قطاع التوزيع. المنظور يجب أن يكون كهرباء من ثلاث جهات مختلفة، من مصر ومن جانب إسرائيلي ومن محطة خلال مستثمرين فلسطينيين، وهي ستكون في شمال الضفة الغربية. على أن بالنسبة لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء ودوره وأهدافه ولماذا وجد أصلا، قد أربعة قامت الحكومة بتغطية ودعم 75% من هذا. طبعا جاء تحت شعار المجلس تواصل مع المشتركين الطاقة الكهربائية وخاصة مشتركين شركات التوزيع والبلديات من خلال الوسائل الإعلام المسموعة المرئية والمسموعة والمقروءة، وهذا طبعا ضمن سياسة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لعقد جلسات دورية لاستماع إلى مشاكل المواطنين وإيصالهم بعض ما تم إنجازه في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وذلك لخدمتهم بشكل أفضل وللضمان توصيل خدمة الطاقة الكهربائية بنوعية جيدة وبأقل الأسعار. لن أعترف بال40% بالكامل، هون هي مسؤولية الشركة، يجب أن تطور نفسها بنفسها. لا يتحمل، قررت لهم أنا بال22% في عندي، لكن إحنا ك22% وهي متناقصة 2% كل أسعار معقولة. هاي الأسعار يجب أن تعكس مكونات، أهم مكون لتعرف الكهربائية هي سعر الشراء.